ضيفنا في هذه الفقرة من المملكة العربية السعودية وهو منشد شيلاء، تجاوزت أعماله 15 مليون مشاهدة في اليوتيوب بأقل من سنة، وشارك في التمثيل بأحد المسرحيات السعودية وهي مسرحية ستوري. راح نتكلم عن مجال الإنشاد مع ضيفنا في الاستديو عبد الكريم الحربي. حياك الله ومساء الخير. الله يبارك فيكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم إن شاء الله جميعا. طبعا أتشرف وكل شرف فيكم أن يكون في قناة الرأي، القناة الكبيرة اللي كل واحد يتشرف فيها، وأتشرف وجودكم جميعا. حياك الله منورنا في الكويت وفي بلدك الثانية. في البداية خلينا نتكلم عن مجالك ودخولك في مجال الإنشاد بشكل عام. طبعا الإنشاد كان اللهم لك موهبة من الصغر، فتنمت الموهبة اللهم لك لين طلعت اللهم لك الحمد شيلاتي بالملايين اللهم لك. يعني من يوم كنت صغير مو اللي خلينا نقول اكتشفتها وانت كبير ولشيت المجال ونجحت فيه؟ طبعا نجاحي كان مرتبط في اكثر من محطة، عشان اللي بنفند النجاح فند كيف وصل عبد الكريم الملايين. انا كنت في برنامج من البرامج اللهم لك الحمد، برنامج جماهيري كبير جدا، كان تقريبا بث المدة 3 أشهر تقريبا 16-17 ساعة بث مباشر، فهذا الشيء اللي خدم عبد الكريم جدا في مجال انتشار وتوسع أعماله على مستوى الساحة. نعم. البرنامج طبعا اللي مو كل واحد يخش يطلع قوي، الواحد اللي يشتغل على نفسه، الواحد اللي يقدر يتعامل مع الكاميرا يقدر يكسب الكل اللهم لك، طلعت منه كونت قاعدة جماهيرية لا يستهان فيها اللهم لك فضل الله عز وجل. فاللهم لك كل عمل ينزل لي اللهم لك الحمد يتعدى المليون في غضون في مدة قصيرة اللهم لك الحمد. الحمد لله. عبد الكريم، يمكن أنت ذكرت أن هذه واحدة من أسباب شهرتك ووصولك لهذا العدد الكبير والعدد الجماهيري الكبير من خلال المشاهدات اللي في اليوتيوب لأعمالك وغيرها، هل هذا هو السبب الوحيد ولا أيضا اجتهادك وخياراتك في الإنشاد هي هم واحدة من الأسباب؟ لا طبعا، القناة اللي طلعت فيها كانت محطة من محطات النجاح لعبد الكريم. أنا أقول كل برنامج مو كل واحد يطلع منه سوبر ستار، مو كل واحد يطلع منه نجم. صحيح. فاشتغلت على نفسي اللهم لك داخل البرنامج، طلعت من البرنامج اشتغلت على نفسي أكثر، شديت اللهم لك فضل الله عز وجل ثم فضل الجمهور الداعم على عبد الكريم في كل مجال، في كل حفل، في كل لقاء أحضره اللهم كان جاي الحلقة واسمي في التند موجود في السعودية. فهذا الحافز اللي يعطى عبد الكريم باور إنه يستمر وينجح، هذه من أسباب النجاح. الحمد لله. أنت من طبعا من السعودية، ديرتنا الثانية وكلنا الخليج إحنا جسد واحد، ولكن المدينة المنورة، نبي نقول عبد الكريم شنو قدم حق المدينة المنورة؟ المدينة المنورة طبعا تتكلم عن بلد النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة تستاهل من كل واحد، من كل رجل كل خير. أنا قدمت المدينة المنورة اللهم لك الحمد افتتاحات في المدينة المنورة، فتحت افتتاحات كثيرة على مستوى المدينة وبر المدينة، فأقول في المدينة تحديد افتتاحات اللهم لك الحمد. أي مهرجان في الآونة الأخيرة، أي مهرجان يحضره سمو سيدي صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان أكون أول الحاضرين، أول المدعومين، أول المدعوين، وكل شرف في ذلك. فاللهم لك طلع اسمي من أوائل النجوم في المدينة المنورة فضل الله عز وجل. نعم. هل تشارك يعني في المناسبات الدينية دائما ما تكون يعني المدينة منورة بما أنها هي مسقط رأسك مثل ما يقولون، هل تشارك في الإنشاد في هذه المناسبات الدينية؟ طبعا طبعا، أي مشاركة وأي مهرجان إحنا من أول المشاركين في المدينة. زين، لو نبي نقول عبد الكريم شنو عنده هواية ثانية غير الإنشاد؟ طبعا اللهم لك الحمد أنا مسي على أخوي وأستاذي أستاذ خالد الباز، اكتشف يا عبد الكريم التمثيل، اللهم لك الحمد صرت أحد أبطال مسرحية ستوري في السعودية، عرضت اللهم لك كانت أكثر من مرة في أكثر من مكان. نعم. فوجدت نفسي في التمثيل، وجدت نفسي في إلقاء الشعر. نعم. هذا اللي تفننت فيه اللهم لك الحمد بعد الإنشاد. طبعا خلينا نتكلم عن المسرحية، عن شنو كانت تتكلم، هل كان في قضايا معينة مناقشينها من خلال هذه المسرحية، شنو كان دورك فيها؟ طبعا المسرحية صراحة جميلة جدا، أنا مستمتع جدا في المسرحية، فأنصحكم تشوفونها أو تحضرونها معنا. صح، هذا تسويق مباشر. المسرحية كانت عن السوشيال ميديا وأضرار السوشيال ميديا، وكيف الواحد يتحكم بأهله بأبنائه الصغار أنه يقنن، يعني مو كل ولد مسك له جوال يقدر يستخدمه بالطريقة اللي هو صحيح. هو أرادها، لا، لازم الأب يراقب، لازم يحرص، لازم يوعي. فمسرحية اجتماعية جدا وتناقش قضية جميلة جدا وحساسة. نعم. شو كان دورك فيها؟ الابن تحت الكبير شوي. ليش تضحك؟ كانت شخصيتك يعني شويه غريبه بالمسرحيه. بين طقات انا واخوي الكبير، عرفت؟ جميله جدا المسرحيه صراحه. الحمد لله، وقاعد تقول انها نجحت، وان شاء الله اشوفك في اعمال ثانيه مسرحيه او اعمال تلفزيونيه. ولكن السؤال ياخذنا، هل ممكن عبد الكريم يترك مجال الانشاد والشيلات ويروح حق مجال التمثيل والمسرحيات؟ مو على اي حال.
التمثيل يعتبر موهبة ثانوية، موهبة الأساسية الإنشاد. وجدت نفسي بالإنشاد أكثر، الناس حبوا عبد الكريم بالإنشاد أكثر. أوكي التمثيل موجود اللهم لك الحمد، مشاركاتي موجودة، ولكن الإنشاد يعتبر على مقال الأساس. نعم نعم عبد الكريم، للأمانة يعني قاعد نشوف احنا بالأخص في الكويت، أنا ما أدري عن السعودية إذا هذا المجال مجال إنشاد، وبالأخص إنشاد الشيلات موجود من زمان أو لا. في الكويت في آخر هالسنتين بدأ يكون في، لا نقدر نقول احنا، جمهورة الخاص. هل اتجاهك للإنشاد كان بسبب أن أنت قاعد تشوف الناس شنو الحين الهبة اللي واصلة عندهم وتبي تكون معاهم في هذا المجال، ولا أنت حابة من زمان؟ أكيد طبعا، الرجل الناجح الرجل الذكي يتجه للهبات عشان يطلع فيه ويكون من أوائل اللي يتصدرون الهبة هذه نفسها إذا كانت على خير وإن كانت على زي الشيلات. هو كان زمان كان فيه إنشاد وأغاني، فالشيلات صارت بتوين ذم، يعني بين الشيلات وبين الأغاني. بتوين ذم هاي مو ماشي مع الإنشاد ولا فمعليش الشيلات يعني كل طبقات المجتمع يستمعون للشيلات، سواء كانت الشيلات أول كانت مختصرة مثلا على حقين الإبل وما الإبل ولا الناس ذولي، لا الحين صارت تلتمس يعني قضايا الوطن واليوم الوطني والأشياء هذه الاجتماعية، في لها متذوقينها الخاص جدا جدا. صحيح، في قاعدة جماهيرية كبيرة جدا للشيلات. أنا ودي أقول شغلة للمشاهدين على فكرة، ترى عبد الكريم منايم ورايح احتفالية يشاركنا بالكويت بالعيد الوطني في أحد المعاهد عندنا في الكويت، يعطيك العافية. ولكن احنا طماعين هناك، اسمعوا احنا بنسمع منك شيلة. عيوني فضل. طبعا العيد الوطني الكويتي، بارك لكم جميعا وبارك الشعب الكويتي بهذا العيد الوطني اللي مو مقتصر على الشعب الكويتي فقط. صحيح، الا الشعب السعودي والشعب القطري. صحيح، وجميع دول مجلس التعاون الخليجي هذا عيدهم. صحيح، وانا جيت من المدينه عاني لكم عشان ايش؟ على ما قال لكم هذا العيد وكل شرف في ذلك. شو اسمه اللي تبي؟ شنو اخر شيء؟ اخر شيء له اللي هو الكليب يا الحبيب اللي طوري اللي قبل شوي اشتغل. اللهم لك الحمد، في غضون شهر وأقل من شهر عدى سقف المليون مشاهدة. ما شاء الله، الحين اللهم لك الحمد 2.5 مليون مشاهدة. اللهم لك الحمد. نبي شيء ثاني غير اللي عرضناه في بداية الفقرة. على خشمي هذه شيء حزينة شوي، عادي تسقون الحزن والعيد وما ينفع. لا لا تفضل. هذه شيء قريب القلب صراحة، من كلمات الشاعر الكبير اللي مسعى له بخير عطى الله ممدوح العنزي، يستاهل وجود. فمان الله يا روح القصيد وفرحة سنيني، تودك الليالي وانت قابل كان انا حيين، لو تخبالها قاوي ما خايبها قوتك فيني، على حطات يدينك فيك أقول البيت والبيتين، وأنا لا اشتقت لك شميت عطرك داخل يديني، أنا لولا طيوفك ما قدرت أسلم مع السالين، ملامحك بعيوني وابتسامتك حواليني، ملامحك بعيوني وابتسامتك حواليني. سلامتكم، يعطيك العافية، الله يرضى عليكم. يسلم صوت عبد الكريم. إذا بنتكلم الحين يعني الشهرة اللي وصلتها شهرة جدا كبيرة، وين كانت يعني على المدى القصير، لكن جمهور كبير لا يستهان فيه. أكيد في سلبيات وإيجابيات لهذه الشهرة، صحيح ولا كلها إيجابيات؟ لا الشهرة طبعا، خلنا نتكلم فند الجمهور، سلبيات وإيجابيات الجمهور نفسه. yeah. طبعا زي ما انتم عارفين، انتم اعلاميين ما شاء الله وتبارك الله وعارفين ولمسين الجمهور. الجمهور طبعا يفند الى اقسام، فيه الجمهور اللي يجيك السلبي جدا، الرجل اللي يتابعك عشان ينقدك. صحيح. انت يا ابو حميد ما تمشي عندي يا شيخ، لو تسوي منها لبكره خير ما الا سبك، فهمت؟ فهذا النقد نقده هدام، فهذا الواحد لا يلتفت فيه ولا ينظر فيه. صحيح. في بعض الناس الجمهور الصامت. نعم. يتابعك ويدعي لك، ان شافك على ما قال ما انت ماشي على الطريق الصحيح يقول الله يوفقه ان شاء الله وربي بيعدله، وان شافك ماشي على الطريق الصحيح يقول ربي يوفقه ويسعده. صحيح. هذول يا حليلهم يا زينهم. وفي الجمهور الثالث اللي هو الداعم. الداعم ونقدهم نقد بناء. نعم. شافك يا ابو حميد ما شاء الله عليك ناجح، يدعمك
سواء بتصويت بمشاركة في هاشتاج ومشاركة بأي يعني وات ايفر من المشاركات اللي يقدر يشارك فيها. بينما إذا شافك على خطأ يجيك نصيحة أخوية، يا أبو حميد المفروض أنك ما تسوي كذا، المفروض أنك تسوي بأسلوب أنت يعني أنت تحبه. فهذا الجمهور اللي الواحد بالعكس الواحد يفتخر فيه الله يكثر من الثانيين والثالثين، الأول الله يكثر منهم في ذمتي ولكن بالعكس كمان نفسهم دول المثبطين اللي يحاربونك دول بالعكس يعتبرون سبب من أسباب النجاح. الواحد إذا ما كان عنده الناجح إذا ما كان له عنده أعداء هم يعتبر ناجح. صحيح. في الكثير من الناس عبد الكريم يمكن يكونوا منشدين او يعني عندهم بعض الشيلات اذا نجحوا ينتقلون ويصيرون مغنيين في الساحه الغنائيه وينجحون لان صوتهم بالنهايه جميل. هل انت مفكر في هذه الخطوه انك ممكن تنتقل من الشيلات والاناشيد تروح لمجال الغناء؟ انا ليش انتقل؟ لأ نبي نعرف رايك، هل انت حاط هذه الخطه؟ لو بنسال بعضنا ليش الواحد ينتقل الى مثلا مجال الاغاني؟ اذا مجال الشيلات اللهم لك محقق جماهيريه في كل مكان يروح لعبد الكريم يتصورون مع الناس، في كل مكان يروح له المنشد بمعنى صح راعي الشيلات يتصورون معه، يعني قاعدة جميلة لا يستهان فيها. صار راعي الشيلات متداول أكثر، صار ينافس على مقال المغنين، فالقاعدة الجماهيرية موجودة، الشهرة موجودة، الأضواء موجودة مسلط عليه. أنا معك بس ما تحس إن مجال قناعة عبد الكريم الشخصية أنا أقول إني باقي على الشيلات أفضل. أنا معك بس ولا قصورهم في المغنيين ولا قصورهم في الممثلين بس ما تحس أن مجال الغناء عليه الإضاءة يعني الإضاءة والإعلام والناس أكثر من مجال مثلا الشيلات؟ ممكن بالنسبة تناسب بس هذول لهم جمهور وهذول لهم صحيح. جمهور بالعكس حقين الشيلات قاموا يستقطبون حق الجمهور الغنائي صحيح. اتفق وياك خصوصا يعني انت بعد قاعد تشوف نجاحك وجمهورك من خلال عدد المشاهدات في اليوتيوب وغيرها، الناس اللي حولك الناس اللي تدعيك على مستوى الخليج. اذا نبي نختم معاك في ابرز النجاحات اللي انت ما تنساها وتنسبها حق منه وكلمه في ختام لقائنا وياك عبد الكريم. طبعا اللهم لك الحمد اولا واخرا نجاحات عبد الكريم والمكان اللي وصل عبد الكريم ينسب بعد الله عز وجل. لأبوي وأمي، أمي الله يخليها لي وأبوي، أمي تدق علي ساعات تقول عبد الكريم شو السنابة هذه؟ والله كذا تقول شو السنابة؟ الله يحفظك. ايش فيها أمي؟ قلت لا لازم تعدل السنابة، لازم تصور زي كذا، لازم تكلم الناس، والله إن هي تتابعني بالسناب. فتعلمني أساسيات السناب، وأمي وكبيرة شوي في السن مو مرة يعني عشان ما تزعل أمي، أمزح يا أمك طيب. أقدمها تحية طبعًا. أقدمها تحية تستاهل أمي. فأمي وأبوي كانوا الداعم الأول في مسيرة عبد الكريم العلمي قبل الشهرة. بعد الشهرة أنا بصراحة أقولها في كل مكان في كل محفل ولا أستحي والله، بعض الناس يخجل من يذكر فضل جمهوره، أنا والله ما أخجل، أنا أقول تحية طيبة لكل واحد دعم عبد الكريم في غضون البرنامج وبعد البرنامج إلين ما وصلت هنا، وأخص بالذكر مسمى جيش الكرم الله يبيض وجيههم، طبعا جمهوري بصفة عبد الكريم يسموه جيش الكرم فيه. فالله يجزاهم خير، أنا أنسب نجاحي بعد الله عز وجل لهم، الله يسعدهم ويقدرني أرد بعض من جمايلهم. آمين يا رب. جيش الكرم، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الفقرة مع ضيفنا عبد الكريم الحربي من المملكة العربية السعودية وخصوصا من المدينة المنورة. كل الشكر على وجودك معنا اليوم بالكويت، حياك الله ومنورنا. الله يرضى عليكم وتشرف المرة الثانية نطرح في قناة الراي في البرنامج الجميل ده. حياك الله ونورتنا أكيد اليوم وعسى الله يوفقك إن شاء الله. راح نكون متواصلين معكم في فقراتنا لليوم لكن بعد هذا البريك.